الركن السادس الإيمان بالقضاء والقدر. altıncı rukunu imanın ne ama Allah Teala'nın takdir eden kaza ve kaderine iman etmek. نعم الإيمان بالقضاء والقدر له مراتب أربع درجات. Allah Teala'nın takdirine iman etmeklik dört mertebede var geçiyor. الأول العلم أن نؤمن أن الله عالم كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. برنجثي الله تقدرنا إيمان دم الذنامة الله تعالى هم ذادي بليانينا يعني بلم علم واردغنا بالإيمان ديث. نعم الثاني أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء لن تقوم الساعة فكل شيء مكتوب. İkincisi Allah'ın takdirine iman etmekliğimizden ama Allah Teala kalama buyurdu. Şu dünya yaradılanın başlayıp ahiret için hemme bolca kudatların yazılanlığına. Yani hemme zatlar yazılığı yazgıttı. El-Meşi'e, el-Thalith el-Meşi'e, enne la yumkin en yaka' fi mulkin la illa ma şa' Allah. Fema şa' Allahu kâme ma lem yeşe' lem yekun. Lil'abd meşi'e. لكن تحت مشيئة الله شاء الله أن تفعل تفعل شاء الله أنك لا تفعل والله لا يمكن أن تفعل. نعم وثالثي الله تعالى إثر إرادتي الله تعالى ملكنا يرادنلرنين içinde ne mevzatlar bolup geçen olsa Allah Teala ruhsat bermeyulen Allah Teala istevulen bolup geçe hiç bir zat çöp başı kıymanlamaz neme Allah Teala'nın izni bolmasa Allah Teala'nın إرادتي بالمثل. نعم العبد مخلوق وأعماله تابعة له فهي مخلوقة مثله والله خلقكم وما تعملون الله خالق كل شيء. الله تعالى بذي يرتي وبذن إديان أمر لمذي هم يرتي قرآن الله تعالى عايد شيء عليه آدم لري يرتم وأولن إديان إشلرني إديان أمر لرني هم يرتم الله هم مذادي بالوجود دين آية. نعم والله أعلم.